معانا الاستاذ محمد شتا، رئيس احد المواقع المتخصصه في العربيات اوتو اوريبيا تقريبا. اهلا استاذ محمد. اهلا استاذ خيري، مساء الخير. اهلا واهلا بيك، بيك واهلا الخير. بالضيوف. اشكرك طبعا على الحلقه الجميله دي، عشان ده موضوع فعلا حيوي جدا. احب بس في الاول قبل ما اذكر الاهم الاسباب في الحوادث في مصر، رد بس على الحاج سيد حكايه ان سواء يسوى 24 ساعه او 48 ساعه، ده طبعا يعني قمه الاستهتار والاهمال من السائق ومن المالك، ومن المالك ومن الاجهزه الرقميه كمان. فلوس طبعا وعايز يعيش يعني، مش يعني حضرتك في المانيا على سبيل المثال في اجهزه فنيه جوه العربيات بتقيس كل سواق بيسوق قد ايه. الاتوبيسات على سبيل المثال لازم يبقى دايما في سواقين اثنين، لو مثلا عربيه اتوبيس طالع برحله من المانيا لاسبانيا مثلا، لازم يبقى في اثنين سواقين جوه العربيه وكل واحد يسوق 8 ساعات ماكسيمم. والبوليس بيعمل حملات على العربيات النقل طبعا، وكمان على السواقين الاتوبيس، وبيشوف في العداد بتاعه كل واحد فيهم ساق قد ايه. ده بس بالنسبه للحته دي. تمام. اما بالنسبه للاسباب اللي فيها اللي بتسبب الحرب اللي عندنا على الطرق، زي ما الباشمهندس مروان قال، هم ثلاث اجزاء رئيسيه، هي العربيه والطريق والسائق طبعا. تمام. احنا مشكلتنا ان احنا اول حاجه ما عندناش كشف دوري على السيارات النقل ولا السيارات الملاكي ولا طبعا الميكروباصات. ثاني حاجه الحموله الزياده هي اللي بتبوظ الطرق، وبالتالي تلاقي بدل ما العربيه النقل تمشي على اليمين بتمشي على الشمال، عشان الحاره اليمين خلاص باظت من كتر الحموله الزايده، وطبعا ما فيش كشف على الحمولات الزايده على الطريق. ثالث حاجه ما عندناش حاره للسيارات النقل فقط زي ما هي موجوده مثلا بره، حتى في اوروبا وحتى في دول الخليج. في دول الخليج في حارات للعربيات النقل فقط، عشان حتى لو عربيه نقل حصلت فيها مشكله والفرامل بتاعتها ما تشتغلش، ما تفعصش 20 عربيه ملاكي قدامها، ولكن تخبط في العربيه النقل اللي قدامها، فبتبقى الاصابات طبعا اقل بكتير. حاجه المصيبه بتاعت الميكروباصات اللي عندنا في مصر، حضرتك ما فيش ولا ميكروباص في مصر، لا الميكروباصات اللي بتيجي من بره ولا حتى الميكروباصات اللي بتبقى يعني اللي هم بيصلحوها هنا في مصر او اللي بيجمعوه هنا في مصر، ما فيهاش لا احزمه امان ولا حتى اير باك. معنى كده ان في اي حادثه لازم يبقى عندك على الاقل 10 ولا 14 واحد ميتين. المشكله الميكروباصات او الميني باصز اللي بتتجمع هنا في مصر، ما فيش بلد في العالم فيها كده، انك تروح تشتري شاسيه من احدى المصانع اللي موجوده في مصر، وتقوم رايح عامل عليها بودي من نفسه كده، وتحط عليه ورا اسمك بقى هشام باص، ميشو باص، مش عارف ايه الحاجات دي. ما في، دي مش موجوده في العالم. لا اتعمل كراش تيست للاتوبيس ده، ولا تعرف البودي بتاعها ملحوم كويس على الشاسيه ولا لا. ده طبعا ما ينفعش الكلام ده، وهنا لازم يجي دور وزاره التجاره والصناعه، وخاصه هيئه المواصفات الفنيه اللي بيرأسها الدكتور هاني بركات. لازم دي الهيئه دي من اهم الهيئات، لازم يبقى ليها دور اساسي قبل اي وزاره ثانيه، عشان هي المفروض اللي تسمح ايه اللي يتصنع وايه اللي يتم استيراده من بره اساسا. انا هاجي الموضوع الاستيراد من بره دي على طول. تاني نعم. حاجه بالنسبه للحساب، ما ينفعش احاسب بس صاحب العربيه او السواق، لازم احاسب الثلاثه، صاحب العربيه والسواق والعربيه نفسها، زي ما بيحصل في دبي على سبيل المثال. في دبي لو سواق تخطى اشاره حمراء على سبيل المثال، اول حاجه بياخد طبعا نقط على الرخصه بتاعته، وثالث حاجه العربيه بيتم القطع، بيتم حجزها لمده شهر او شهرين طبعا، واحيانا بيتم ترحيله لو سائق اجنبي وخرج من حاره بيتم ترحيله. بالظبط. تعرف يا استاذ محمد، مره كنت راكب عربيه مع حد هناك ساب نور الصالون مفتوح، وقفوه اتعمل له مخالفه وهو واقف لمجرد ان ساب نور الصالون، قالوا له ان ده ممكن يؤثر على القياده. ده في بالظبط، مظبوط صح، عشان بيعمل ريفلكشن على الازاز، فانت ممكن الازاز طالما عامل ريفلكشن من جوه مش هتعرف تشوف اللي بره. تمام. دي حاجه. بمناسبه الريفلكشن، حكايه ان العربيه تمشي بدون نور في مصر، ده دي كارثه، دي كارثه. وبعدين انا قعدت مره مع سواق تاكسي، فهو احنا كنا في حته في المهندسين، فهو طفي النور بتاعه واحد تاني طفي النور بتاعه، فجينا عند التقاطع الاثنين مش شايفين بعض بالليل، فكانوا هيخبطوا في بعض، فبقول له انت، وكنت لسه قبلها بخمس دقايق بقول له انت ما تشغل النور بتاعك، رافض. قال لي ما هي الدنيا منوره. قلت له انت لو كنت مشغل النور بتاعك دلوقتي، الراجل اللي كان جاي من الاتجاه الثاني كان هيشوفك، فكان ما كانتش هتحصل الحادثه دي. فعندنا وعي غير طبيعي. انا ببقى ماشي على المحور كل يوم وانا مروح بالليل، الاقي عربيه الميكروباصات جايه من ورا ماشيه 100 و140 وطافين النور بتاعهم. طب انت شايف الطريق، يعني انا مش شايفك، انت جاي من ورايا، فانا ممكن صحيح اعمل اجي قدامك اخبطك، تبقى هي دي اللي بتحصل حادثه. فطبعا موضوع النور ده طبعا لازم يبقى فيه قانون لحضرتك. في كندا وفي دول تانية بقى بالنهار لازم تشغل النور علشان الناس تشوفك، مش صحيح تشوفك. العربيات بتنزل مصر اللي جايه من بره لغايه دلوقتي، انت الصبح منوره وانت قافل النور منوره اوتوماتيك. بالظبط بالظبط. دي حاجه بالنسبه لاستيراد سيارات. لسه في حاجه تاني؟ معلش انا هحاول اختصرها بسرعه. طب دي اخر حاجه، اتفضل. اخر حاجه، استيراد العربيات النقل حضرتك اللي تيجي من بره، احنا بنستورد العربيات الخرده من اوروبا ومن انجلترا.
ليه بقى؟ حضرتك هناك في طبعا كشف دوري كل سنه، لازم العربيه يتعمل لها كشف على الكاوتش وعلى الفرامل وعلى المساعدين. العربيه دي لو الكاوتش بتاعها بايظ او الفرامل بتاعتها بايظ او محتاجه تصنيع يعني تصليحات كتيره، بيوقف الترخيص بتاعها. مين اللي بيشتري حضرتك الحاجات دي؟ احنا بنروح نشتري الحاجات دي من بره، وهي اساسا بقت ممنوع من ان هي تصير هناك، وبنستوردها طبعا هنا في مصر. يعني عربيات النقل والتريلات اللي احنا بنشوفها دي عربيات مستعمله؟ اه طبعا حضرتك، يعني كلها ما بنشتريش عربيات. 90% حضرتك، 90% 90% من الكلام ده صحيح يا باشمهندس؟ مظبوط مظبوط يا استاذ خيري. بس في حاجه عايز اقول لحضرتك، العربيات اللي جايه من بره مستعمله استيراد بتبقى مستعمله سنه او سنتين او ثلاثه، بتبقى العربيه بحالتها ما فيهاش اي خلل في اي حاجه. محمد ما قالش انها مش بحالتها، بس انك بتجيبها فيها اي عيوب صلاحيتها. امال اللي بيبيعوها من هناك مستعمله؟ ما هم بيشغلوا هناك سنه او سنتين بس. ده كويس عشان هم حريصين قوي. طيب انا بس بعتذر لكل اللي معانا على التليفون، انا اسف الوقت بقى خلاص. انا هقول بعض الرسائل واخد كلمات من ضيوفي، هسمعك حالا. مش هنهي بدون ما اسمعكم. محتاج اقول الاستاذ حاجة ضياء دولة. بيقول ان الحوار رائع ومبسوط، بيقول ان دول الخليج ما ينفعش سائق يخالف الاشاره ويعدي، لان في مراقبه على المركبات، في تقنيه جديده اسمها الضابط الالي، دي بتلقط صور للمركبه واللوح. عندنا الكلام ده دلوقتي، بيصوروا العربيه بس اللي فيهم كاميرات. ملك من ألمانيا بتقول أنا بحمد ربنا كل مرة بتنزل فيها مصر إنها بترجع لألمانيا هي وأولادها بكل خير، دايما ترجع بكل خير. مصر فيها بركة، ما بيموتش غير 8500 في السنة، يعني مش رقم يخض. يعني دكتورة مروة بتقول عايزين المرور ينضبط، القانون ثم القانون ثم القانون، طالما في رشاوة ما فيش فايدة. في الخليج ما فيش رشاوة، والمخالفات فورية الدفع. بيبعتولك ان ما رحتش دفعت بتلاقي الرخصه اتوقفت وحاجات كده، يعني ما بيهرجوش هم. عصام حسنين من سلوفاكيا بيقول كارثه حوادث المرور للمره المليون، يا رب المره دي نفتح موضوع ويتم الشعور باننا عملنا حاجه. صحيح بنقعد نتكلم في الموضوع، بس احنا هنعمل ايه؟ انا مش بتاع قانون، احنا برامج، احنا بنطرح وجايبين ناس وجايبين مواطنين بنناقش. الساده اللي بيسمعونا المسؤولين بقى ليه مش عايزين يعدلوا؟ ليه مش عايزين يصلحوا؟ تقعد مع الواحد فيهم بيسود لك الدنيا ويقول لك مفيش امكانيات ومفيش ومفيش. بس لازم نتكلم. احمد الصياد بيحكي عن موقف بقى، بيقول لك انه كان على طريق الاوتوستراد وعربيتين نقل بينافسوا بعض، بيسابقوا بعض، وحشروه في النص يا عيني. بيقول لك عاش ساعات رعب، وانا عارف الاحساس ده. انا ساعات ما بشوف عربيه نقل جايه ورايا زي الغول انا بستشهد على طول، بقول الشهادتين واقول ربنا يستر هتعدي ازاي دي. انت عايز تقول لي حاجه؟ انا مصمم في ثلاث حاجات اكتشولي، مش حاجة واحدة بس. اول حاجة فيهم مدارس تعليم قيادة السيارات. حضرتك كنت اشرت في مقدمة البرنامج ان هي بتدي شهادات معينة، يلا روح طلع. مش معينة، لما بيروح بيبقى مستفيد بدي، بيروح يقدمها للمرور. ولكن الكلام ده غير كده تماما، لان مدارس تعليم قيادة السيارات هي فقط بتعلم مهارات واداب قيادة السيارات، ملهاش دعوة على الاطلاق بان هي تدي ورقة او تعمل تزكيه لاي شخص. مش تزكيه يا فندم، انت بتدي شهاده والمرور بيطلبها. لا يا فندم، ما فيش شهادات. اللي هو بيروح هو بيروح ادارات المرور. انا رحت انا واخد منكم شهاده، مش منك يعني، شهاده ان اتميت مرحله التدريب والقياده بنجاح في الفتره من الى، ومختومه سيادتك. ولما رحت اطلع رخصه قدمت الورقه، ولما اصحابي ومراتي وكله بيعمل كده. تمام، مع احترامي الشديد حضرتك ما بتديش شهاده ودي مسؤوليه. مع احترامي الشديد ما لهاش لازمه. ممكن المرور ما يعملش بيها حاجه. اداره المرور هي الجهه الوحيده اللي طبعاً بتمتحن وبتقدر وبتصدر الرخصه او لا. دي نمره واحد. الجزئية الثانيه، لان يعني انت ما بتعلموش قواعد المرور، انت بتعلمهم كل حاجه الا قواعد المرور. لا احنا بنعلمهم قواعد المرور. أيوة. ولكن مش بنديله، مش بياخد من عندنا ورقه على اساسها خلي الورقه، ما هو بيروح في المرور بيمتحن. اوكي، ليه بقى الجزئيه دي؟ لان احنا في ناس كتيره جدا بتيجي تتعلم قياده سيارات وهي معاها رخص. وده بيقول لحضرتك ايه؟ ان هي موضوع تطلع الرخص مش هو ده المشكله. طبعا المشكله ان انت تسوق ازاي، وهو ده المشكله. انت بتاخد الرخصه ازاي؟ انا اسف لان لازم نقف هنا، بس معلش من عندي خبره في المساله شويه. انت هنا بتمتحن، موقفه قدام اداره المرور وحاطط له قماع، بتقول له ادخل شمال يمين، وبتشوف الاشاره ولا لا. تمام، بره بياخده ويمشي في شوارع ويقول له وديني المنطقه الفلانيه. حلو قوي يا استاذ خير. عشان كده نرجع للنقطه اللي انا قلتها في الاول وانا لسه مصمم عليها في لغايه دلوقتي، وهو الحل في غياب القانون. نعم. وفي غياب تطبيقه. أيوة. وفي غياب الرقابة الصارمة والعقوبات اللي هي بتتنفذ، وفي غياب الرشاوي. أنا رحت لنقطة أبعد من كده، وهو ده لب الموضوع، هو سلوك الأشخاص. لأن حضرتك قلت 8500 شخص بيموتوا كل سنة، يعني إيه الرقم ده؟ يعني واحد كل ساعة.
الرقم ده معناها واحد كل ساعة بيموت. بني آدم روح بتصعد إلى السماء كل احنا ساعة. احنا واحد بيموت. بس صحقا. بيموت. قهرا. لتكلمنا على إصابات. رقم الإصابات ده على جنب. ده 125,000. رقم. لا ده 125,000 حادث 35. خلينا نبص على حاجة بقى تانية على الناتج القومي. رقم التلفيات بتاع العربيات. والهلاك. بتاع قطع الغيار. والهلاك. والعطلة بتاعت الناس. والبنزين اللي اتحرق في الوقفة. والعلاج اللي انت بتصرفه على والعلاج و إلى آخره. أوكي. النقطة دي بتخلينا نتكلم أرجع وأصمم وأكد على النقطة بتاعة السلوك، لأن الناس اللي بيموتوا ده مش واحد شرط إن هو يبقى جوه العربية. نعم. ده ممكن يكون واحد معدي الطريق في ممكن ما يكونش ليه دعوة خالص بالعربية خالص بالعربية. عشان كده برجع وأكد على النقطة إن هي بتاعة سلوكك أنت عامل إزاي. هل فكرك إن أنت تتصرف تصرفات آمنة؟ هل أنت فكرك إن أنت تنزل تراعي نفسك وتراعي الآخرين؟ هي دي النقطة اللي أنا قلتها في الأول وبرجع أصمم عليها إلى أن يبقى فيه موجود قانون بيتنفذ بشكل قوي، عقوبات صارمة، مراقبة، الناس ماشية على حارات محددة ليها ما بتروحاش. أنا رحت الأبعد، طب ها هنعمل إيه دلوقتي؟ هل هنقعد نستنى القوانين ونستنى ده يعمل؟ لا، أنا رحت النقطة اللي هو يا تعالى يا جماعة يا حبيبي، إحنا دلوقتي لو إحنا كلنا نزلنا من بيتنا الصبح وقلنا عايزين ان انا اوصل من النقطة بتاعتي اللي انا مشيت ابتديتها دلوقتي لغاية النقطة الاخيرة من غير ما اعمل اذى لنفسي ولا اذى للاخرين، هي دي النقطة الاعمق. الكلام اللي بيقولوه قطاع المرور وبيعلقوه في الشوارع، بس انا مش شايف انها الاعمق، شايف انها الاخضر طول ما احنا بنراهن على الناس. طيب انا مختلف للناس. انا مختلف معاك باشمهندس، انت متفق مع حبوا بعض وخلينا عد لاولادك سالما، ولا متفق مع القانون القانون القانون؟ أنا متفق مع كل الحاجات دي، يعني مفيش حاجة واحدة هتحل المشكلة. القانون زائد السلوكيات زائد الوزارات مع بعضيها. أحد المشاكل على فكرة في مصر إنه الوزارات المعنية ما بتتعاملش مع بعضها، لأن حوادث المرور زي ما قلت قبل كده ما هياش بس وزارة الداخلية، دي وزارة الداخلية والتعليم والمواصلات والصناعة والتجارة. هاخد مثال الإطارات. نعم. 20% من الحوادث سببها انفجار الإطار. أنا عايز أستغل الفرصة دي وأقول للمواطن اللي عنده عربية النهاردة ياريت بكرة الصبح ينزل يبص على الإطار بتاعه، هيلاقي تاريخ الصنع، تاريخ الصنع شهر وتاريخ الصنع. لو شهر وتاريخ الصنع عدى عليه 4 سنين أو مشي بالعجل أو بالإطار ده أكتر من 40,000، يبقى هو معرض عيلته ونفسه للخطر. طبعا طريق القاهرة السخنة من أحسن الطرق المبنية. صحيح. كويس. حضرتك دايما تشوف العربية مقلوبة أو محروقة لوحدها، فيش عربيتين بيخبطوا ببعض عشان الكاوتش. عشان الكاوتش. 95% من حوادث طريق السخنة انفجار الإطارات. ده طريق كويس. الطريق الوحش بقى لو قلت من اسكندرية ما بالك الطريق الوحش، شكل الطريق عامل ازاي؟ أنا مش مصدق اللي بيعملوا طريق عبقري زي الطريق مصر اسكندرية سايبين هذه المغارة الرهيبة المفزعة في هذه المسافة. بالظبط. مطبط وحفر ونزول. هنروح بعيد ليه؟ كوبري 15 مايو المواصل للتلفزيون هنا، كوبري 15 مايو نهاياته عند 26 يوليو، مش ممكن، مش ممكن يكون منزل كوبري.